السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والضغط على زر الجرس. هذه هي اللائحة الرسمية التي أعلن عنها الناخب الوطني السيد وليد الركراكي. وتضم اللائحة في مركز الحراسة ياسين بونو إشبيلية الإسباني، منير حجوي الوحدة السعودية، رضا التقناوتي الوداد البيضاوي، مهدي بن عبيد الفتح الرباطي. وفي مركز الدفاع أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الفرنسي، نايف أكرد ويست هام الأنجليزي، غانم سايس بشيكتاس التركي تركيا، نصير مزراوي بايرن ميونخ الألماني، رياض شادي برشلونة الإسباني، أشرف داري ستاد بريستوا الفرنسي، جواد اليميق ريال بلد الوليد، عبقار أو عبد القادر ديبورتيفو ألافيس إسبانيا، يحيى عطية الله الوداد البيضاوي، أيوب عمراوي لوجي سنيس فرنسا، الوسط سفيان أمرابط فيرونتينا إيطاليا، عبد الحميد الصابري سامدوريا إيطاليا، عز الدين أناحي أولمبيك مارسيليا فرنسا، بن جمال بوشراوي سانتيتيان فرنسا، بلال قنوس دوكير سيجينيك بلجيكا، عمران لوزا واتفورد الأنجليزي، ياسين كشتا السيلوفر فرنسا. مركز المهاجمين حكيم زياش تشيلسي الأنجليزي، عبد الصمد الزلزولي أوساسونا إسبانيا، زكريا أبو خلال تولوز الفرنسا، يوسف نصيري إشبيليا الإسباني، أنس زروري إف سي بورني إنجلترا، وليد شديرة باري إيطاليا، عبد الرزاق حمد الله الاتحاد السعودي السعودية، وسفيان بوفال الريان القطري قطر، إبراهيم صلاح ستاد ديرني فرنسا. كما أكد السيد وليد الركراكي عن حالة بونو بأنه اتصل بمسؤولي فريق إشبيليا وأكدوا له بأن الحالة الصحية للحارس بونو لا تستدعي للقلق وسيكون موجودا إن شاء الله، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله.